من احلامك. ميرسي. انت وقيسه حبيت نجاوبكم باختصار برك باش ما نطولوش بزاف الهضره. شوفوا انت لما درك انتوما حسب علمكم انتوما ما تعتمدوا عليه من العلم الحالي، الجبال رواسي اوكي هي اللي حاكمه الارض باش ما تطيحش. شوف نعطيكم غير فكره بركه، ما نعطيكمش ديتاي، نعطيكم غير فكره باش تفهموا المقصد تاعي كيفاش. هل القران كتاب علمي ولا مش كتاب علمي؟ وهل هذه الفكره صحيحه ولا مش صحيحه؟ انتوما درك يا قيس ويا كريم انتوما راكم عايشين في 2016 والعالم مازال يبحث. انتوما تعتمدوا على افكاركم من خلال العالم الحالي. العالم مازال يبحث يا كريم. ابقي 2000 سنة اخرى ولا 3000 سنة اخرى العالم يتطور ويلقى الاسباب. القرآن لا يكذب يا كريم، عادي نفهمك فيها باش تفهم مليح مليح. ما تقدرش دركا تحكم وتجزم يا كريم، تحكم ابخي ممكن بعد 2000 سنة يكتشفوا العلماء أن الجبال دورها وشنو دورها في هي صح أسباب تكون الجبال هي رواسب إتو إتو وعندها عملية، عندها أسباب مقنعة علميا من علماء الجيولوجيا، بصح وشنو دورها صح في الأرض؟ هل عندها دور ولا ما عندهاش دور؟ إذا العلم ما جاوبش على هذه المعلومة درك في الوقت الحالي سوف يبادر إنها معلومة خاطئة. فهمت يا الفكرة؟ فهمت. خلينا نكمل الفكرة، نفرق بين هل القرآن كتاب علمي ولا ماشي كتاب علمي. القرآن الكريم يعطيك ديزانديس، ما يعطيكش حاجة بالتفصيل، يعطيك ديزانديس وسوف نريهم آياتنا في الأفق. هذا هو الأن نعطيك مثال بسيط جدا على أنديس بسيط في القرآن بلا شرح بلا والو. الحركة في الفكرة، الحركة في الفضاء يا كريم ويا قيس هي حركة منحنية معرجة، ماشي حركة، ما كاش حركة مستقيمة في الفضاء. كيفاش عرف في القرآن وهذا الإنسان اللي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام كيفاش عرف بهذه الفكرة؟ كل ما يذكر الحركة في الفضاء يذكرها على أنها تعريج، ويعرج إليهم بمقدار 50,000 سنة ولا الإسراء والمعراج. كيف هذه أنديس، هذه فكرة فقط. المركبة الفضائية هي الصاروخ لما يطلع للسماء يتوقف في الغلاف الجوي وكاين أبواب تخرج منها المركبة الفضائية، وهذيك المركبة الفضائية ما تمشيش في حركة مستقيمة. كون ما تديرش حركة لولبية منحنية معرجة ما كاينش حركة مستقيمة في الفضاء. إذا القرآن يعطيك ديزانديس، ما يعطيكش معلومة ويشرحها لك بالتفصيل اون ديتاي. والعلم يثبت لك ليست حالة زونية، نو، حركة منحنية. أنا بلك أكثر حاجة تستفزني هو لما إنسان ما يفهمنيش بدل الاستفتاء أون بلوس. أنت وكاسيا راكم شوية متعصبين، ما فهمتوش الفكرة وراكم تناقشوا غير في الخطأ. افهم يا كريم، أنا فهمك على حساب فهمك أنت وكاسيال. فهمكم خاصكم واحد زوج بلس ان بلس دو، ما خاصكمش تفهموا الفكره العامه، تفهموا غير بالتفصيل الممل. انا ما قلتلكش العلم راه اخطا، قلت لك العلم العلماء الجيولوجيا عطاونا كيفاش تكونت هذه الجبال. مي اسكو اكتشفوا شنو فائده الجبال؟ فائده الجبال في الارض وش الفائده تاعها؟ هذا مازال ما اكتشفوهاش. فهمتي؟ هذه نقصد لك باللي يمكن بلوتاغ يكتشفوها. انا ما قلتلكش العلم غلط. نعطيك معلومة أخرى، أنت قلت الجبال تكونت ودارت ودارت ودارت. أعطيني مثال واحد، أعطيني مثال واحد فقط منذ هذه 100 سنة الأخيرة ولا 200 سنة الأخيرة جبل تكون. تقدر تجاوبني؟ تطلع تجاوبني كيفاش توقفت عملية حركة الأرض؟ توقفت خلاص، توقفت من زمان، مبقاوش يتكونوا جبال أخرى. لا أفهم أفهم اسمحوا لي جماعة الخير، اسمحوا لي هنا ندخل، هنا توقيف، يعني هنا نوقفك. كيف الأرض مش تتحرك؟ كيف الجبل مش تتكون؟ مش بيك هاكي تحس بي صح 6 أيام باللي في 6 أيام. راسي، مون ديو، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص مسلمين مكتفين، أنا أعلن في الإسلام تاعي خلاص. كيف الجبال تمشي للجبال اللي جات بالليل ونهار؟ صح صح صح, صح.
واش تخليها صادرة يدوختني؟ هاكي هاكي هاكي، أعطيني الدليل على أن الأرض مش تتكلم، مش تتحرك. هاكي هاكي، واش دخلك في ربها؟ خلي تحكي على 3 مينوت تاعها، تحكي الدين ربي واش حبت كاع. اقسم بالله نحن لا طبيعه عادي، لازم شغل باك راح تقلنا حما والو، لا راك تكسر في دماغك وراك تكسرنا في راسنا حنا تانيك معاك. على بالي ما تقدرش، على بالي شكون اللي كان في الريزان كاسيال دوك سيت لاك كاسيال دي قال لا اطلع كاسيال، اطلع اطلع والله، خلي الناس تحكي. عنده طرو شو اللي قلقكم؟ ما طولوا 3 مينوت يحكي بوش يحب غارانتي تاع فريطو ملات يحكي برك وبعد ثاني يكمل الهضر. اتفضل يا كاسيا. ساسبينو بيناتنا سي غراف، قلت لك اعطيني بروف باللي الجبال ما يتكونوش. احنا جبل على بالنا باللي زاد بعيدة امطار، كاين جبال بزاف في لو موند، درنا لها كيما نقولوا درسنا الجبال ودرنا يعني كومباراتيف اترافير لو طون، شفناهم زادوا بعيدة امطار. وقلت لك اعطيني دليل باللي الارض ما تتحركش، يعني كيما نقولوا الصفائح التكتونية ما تتحركش. لا بزاف يعني سي غاف تو سامبلومون. خلاص بسلامة، باي.